بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الاعزاء، كيف حالكم؟ ان شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغه الانجليزيه للصف الثاني المتوسط، شرح وحل وتوضيح يونت 5 الكورس الثاني lesson 6 الدرس السادس القطعه الثانيه من هذا اليونت المطلوبه بالامتحان، قطعه تليفونز الهواتف. الصفحات راح ناخذها بالكتاب الملون، راح تكون الصفحه 53 53 وبالكراسة 71 و72 71 و72. شكرا لله ثم شكرا لكم دعمكم وتشجيعكم دعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة. شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. زكاة العلم نشره والدار على الخير كفاله. شكر خاص لأبطالنا ومتابعينا الأعزاء الذين يعرقون تعليقات كثيرة في سبيل يدعمون القناة ووصل الفيديو لأكبر عدد ممكن. شكر خاص لي دي يشارك وينسخ الرابط وينشر باقي الجروبات، واللي دي يشتركون بحسابات كثيرة هم نشكرهم، واللي دي يحافظ على شعارنا وينجح ويتفوق ويبقون دائما ناجحون أوائل أبطال الإنجليزية مع وائل. إن شاء الله أستاذ وائل لديكم لا خوف عليكم. نجانا جديد نرحب بي وندعو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات والدخول على قوائم التشغيل. تريد شرح منهج انجليزي سادس ابتدائي، راح تلقى اكثر من 200 فيديو بقائمة تشغيل انجليزي سادس ابتدائي جديد وياها ملزمة مدار العرجي ملازم المرشد شرح بالتفصيل. واللي يريد انجليزي سادس ابتدائي وباقي اليونتات والامور والترتيبات والاسئلة، انجليزي اول متوسط اكثر من 100 فيديو، اختبارات ذكاء انجليزي رابع ابتدائي خامس ابتدائي وثالث متوسط وسادس اعدادي، وهسه حاليا دا نشرح وياكم انجليزي ثاني متوسط. كملنا الكورس الاول، هسه الكورس الثاني بلشنا به ان شاء الله ومكمله بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الملزمه اللي يريدها مدار العرجي ملازم المرشد. نبدا التليفونز، هاي القطعه المهمه المطلوبه بالامتحان، لازم تضبطوها وتحفظوها وتصير سهله عليكم. الاسئله مالتها راح ناخذ بس بالكتاب، والإثرائيات نخليها غير مرة، بس حاليا نلتزم بس بالكتاب حسب الظروف، والأساتذة أغلبهم يجيبون بس من الكتاب والكراسة. يعني تليفونز الهواتف، يقول لك look at the pictures، انظر إلى هذه الصور. هاي الصور، هاي الصورة مال هذا الشخص ده يستخدم land line phone، يعني هاتف أرضي. التليفونات الأرضية كنا نستخدمها أبو الواير قبل ببيوتنا القديمة، يعني الحد الآن أكو هي بس يعني صارت كلش قديمة. موبايل فون، الهاتف يعني الجوال الموبايل اللي أغلبنا قمنا نستخدمه الكل عندها. ومودن سمارت فون، هاتف ذكي وحديث. الهواتف الذكية اللي هي بعد أحسن شيء وأكثر تطوراً، اللي هي تحوي لك الاتصال والإنترنت وكل الأمور بي زين. وهذا البرج، برج أبو الاتصالات، موبايل فون ماست، برج هاتف الموبايل. أوكي زين، نجي على الشرح مالتنا. قال باعوا هاي الصور شفناهن. Which of these kinds of telephones have you used؟ يا أي نوع من هذه، أي نوع من هذه الهواتف أنت تستخدمها؟ أي من هذه الأنواع من الهواتف أنت تستخدمها يا نوع؟ بالنسبة لي أنا بس أستخدم موبايل فون 1100 جهازي زين، الأغلبية هسه على السمارت فون. يقول لك read the texts، اقرأ النصوص، هاي القطع اللي راح نقرأها. find the advantages and disadvantages، اوجد المميزات والعيوب of each kind of phone، لكل نوع من الهواتف. هاي advantages العكس مالتها نفسها بس حط لها dis، dis و advantages اللي هي حسنات وعيوب. اوكي، أشياء جيدة وأشياء غير جيدة، السلبيات والإيجابيات. يعني landline phone، الهاتف الأرضي، sends and receives signals through a wire، يرسل ويستقبل الإشارات
من خلال السلك الواير، الاتصال مالته كله بالوايرات، يعني ينقطع الواير بعد ما تقدر تخابر ابد. خوش ينتهي كل شيء، اذا مو واير ما يشتغل. The wire is called the landline. الواير يسموه بالخط الارضي. All landlines are connected. جميع الخطوط الارضية هي مرتبطة ومتصلة ببعضها. هاكو بدالات خاصة هي ترتبط بها كل الخطوط والهواتف، ومن خلالها يرتبط الهاتف مالتك بالعالم كله من خلال البدالات يعني. So you can phone people all over the world. لذا انت يمكنك ان تتصل بالناس في جميع انحاء العالم. Landline phones are less useful than mobile phones. هواتف الخطوط الارضية هي اقل فائدة واستخداما من هواتف الموبايل الجوال. الهاتف الجوال، الجوال الموبايل هسه يعتبر اكثر استخداما واكثر فائدة، لانه سهل وخفيف وما يحتاج واير، يعني بدون واير هو لاسلكي يعني. راح يعطي اسباب، بيقولك because they can only be used in one place. ليش العالم بطلت تستخدم الهاتف الارضي وقامت تستخدم الموبايل؟ لانه الهاتف الارضي بسبب الهواتف الارضية بالامكان فقط ان تستخدمها في مكان واحد، one place بس، حاطة بهالغرفة بس تقدر تستخدمها بهالغرفة. الواير ما تكلي وين يوصل مثلا للغرفة الثانية هم بمجال، بس ما تطلع بيه بالشارع، لو تروح القرايبكم، لو تروح الغير محافظة، غير بلد، غير دولة، ما يشتغل أبد إلا الحد مكان الواير، لي وين يوصل الواير يشتغل، ينقطع الواير بعد ينتهي. هوافا على أي حال، they are often more reliable. هي تكون غالبا اكثر موثوقيه ومصداقيه وتامين للاتصال. زين، بعدها المقطع الاخر على الهواتف الموبايلات، يعني a mobile phone does not need a landline. الهاتف الجوال لا يحتاج الى خط ارضي، ما يحتاج وايرات وهالسوالف. Because بسبب it sends signals to a special mast using radio waves. بسبب هو يقوم بإرسال الإشارات إلى أبراج خاصة باستخدام الموجات الراديوية. The mast sends the radio waves to another phone. البرج يقوم بإرسال الموجات الراديوية الى هاتف اخر. الموبايل يدزها للبرج الاشارة مالته، والبرج هو يوزعها للموبايل الاخر اللي دا تتصل به. زين، هي نفس الفكرة كانت قبل، الهاتف الارضي يدز للبدالة والبدالة تودي للهاتف الارضي الاخر. بس شلون تنتقل؟ كانت تنتقل عن طريق واير، واير يوصل يلا يوصلها عن طريق واير اخر. بس هسه بالموبايلات لا، موجات راديوية، يدز الموبايل موجة، هذا يلتقطها ما تشوفها التلاسلكية، البرج يدز الموجة للموبايل الآخر وهكذا خليك تتواصل. زين، there are mobile، يوجد هنالك أبراج للهواتف الجوال النقالة، in most places، في أغلب الأماكن. So mobile phones, لذا الهواتف الجوالة can be used almost anywhere. من الممكن أن يتم استخدامها غالبا في أي مكان. Many mobile phones can also be used to take photographs. الكثير من الهواتف الجوالة النقالة ممكن كذلك أن يتم استخدامها في التقاط الصور. الموبايلات نقدر نطق بها صور صارت، ونقدر نخابر، نقدر كل شيء نسوي بها. Play music، نستمع أو نشغل الموسيقى. And access the internet،
وندخل إلى الإنترنت. These are called smartphones. وهذه يطلق عليها وتسمى بالهواتف الذكية. أحسن وبها هواي أشياء من الموبايلات العادية. موبايلات عادية بس يادوب تخليك تتصل. عرفنا القطعة، فهمناها حلوة، استمتعنا بها. راح نتعلم الباسيف فويس. أخذنا اليوم ثالث حالة نأخذ من حالاته. أخذنا أنه إذا جملة مضارع، إحنا فكرة الباسيف فويس أنه ينحذف الفاعل المفعول به يصير أول كلمة، نحط فعل مساعد في شكل من أشكال البي، verb to be حسب الفاعل، مفرد ومضارع نحطه is، جمع ومضارع نحطه ار. أخذنا الماضي هماتين، ماضي ومفرد فنحط له was، وماضي وجمع نحط له were، والفعل تصريف ثالث والتكملة. هسه راح يصير عندنا بعد وياها كان. كان يعني كفعل مساعد آخر، فتنحط قبل الفعل مساعد بي. زين ايش راح يكون البي؟ يا شكل راح يبقى نفسه هو بي، فبس نحط كان بي يعني مفعول به، كان بي والفعل تصريف ثالث المفعول به، وهنا كان بي والفعل تصريف ثالث وتكملت الجملة. وهكذا مثل هاي لاند لاين فونز، هاي كانت مفعول به، حط لها كان بي، شوفها كان بي والفعل تصريف ثالث اللي هو used in one place، الهواتف يمكن استخدامها في مكان واحد فقط اللي هي الهواتف الأرضية. اوكي هاي present passive with can، المبني المجهول بصيغة المضارع باستخدام الكان. واذا تدخل الكان نوت فهم راح يصير موبايل فونز كان نوت اللي هي كانت اختصارها be used without batteries، الهواتف النقالة لا يمكن استخدامها بدون بطاريات، هي مدام ما بها واير سلك يجيب لها يعني كهرباء وحرارة وطاقة وهيجي فتحتاج بطارية عشان تشتغل، هي لا سلكيا. اوكي المهم عرفنا انه الكان والكان نوت وراها يجي بي وراها التصريف الثالث لان هاي جملة مبني للمجهول. زين الاسئلة، الاسئلة يا عيني اللي عندنا هنا بالملون ماكو، بالكراسة ايش عندنا اسئلة؟ هذا تمرين فراغات يريدنا ناخذ من هاي الكلمات نحطهن هنا. شو يقول لك؟ يقول لك ليلاز موبايل فون، هاتف جوال اللي يعود ليلى، هاتف ليلى موبايل ليلى is not working properly، انه لا يعمل بطريقة صحيحة بشكل صحيح. Some words are missing، بعض الكلمات مفقودة، هنا أنا حاطيها فراغات صايرة. Complete the message with the correct words from the box، أكمل الرسالة هاي مع استخدام الكلمات الصحيحة من هذا الصندوق، من أجيب وحط. راح نجيب الحل قبل ونختصر الوقت. إيش يقول الحل؟ I had a text message، أنا وصلتني رسالة نصية from Tamara Tuesday، من صديقتي تمارا البارحة yesterday، العفو from Tamara yesterday، من صديقتي تمارا البارحة. She asked، هي سألتني where did Layla buy the red dress، من أين ليلى اشترت الفستان الأحمر. She was wearing last Tuesday، الذي كانت ترتديه في الثلاثاء الماضية. She likes it very much، هي أحبته جدا كثيرا جدا. And she wants to buy a blue one، وهي تريد أن تشتري واحد أزرق. اوكي هذا هي شي تمرين يعني مو فد اهمية، حليناه افتهمناه انه هنا أنا كفراغ التكست تجي اياها مسج يعني رسالة نصية، هنا مدام دا اسأل بالماضي فخلي did والفعل مجرد did buy، وهنا أنا هي دا اقول كانت ترتدي في فد وقت معين فخلي فعل بي اي ان جي بس بالماضي فصير was وفعل بي اي ان جي والفاعل مفرد. هنا أنا لا دا أجاوب بمضارع يعني دا أحكي عن حالة إنه هي تحبه، حالة
عن حب ورغبة وهالأمور، فتحط الفعل بأس مضارع بسيط راح يكون، ودائما الفاري ماش تجي سويه، الوانتس تجي وراها تو وفعل مجرد، وهنا كلمة وان هي من أرد عوض عن الدريس، ما أرد أقول اسمه، فأقدر أخلي كلمة وان تعوض عنه. البعد هذا التمرين شي يريد من عندنا شوفكم يا بالكراسة، هاي كانت صفحة 71، الصفحة 72 يقول لك read the article on page 53، اقرأ المقالة في على صفحة 53 of the student's book، من كتاب الطالب. read the statements below، واقرأ العبارات الجمل أدناه. and write T for true F for false، واكتب T للعبارة الصحيحة و F للعبارة الخاطئة، or DS او اكتب لنا DS if the article doesn't say، اذا المقالة ما قالت هذا الحكي. اوكي العبارة اللي موجودة بالقطعة قلها صح true T، والما موجودة F false، واللي ما انذكرت اصلا قلها DS، انه اذا ماكو هيك معلومة حتى. هذني هنا واجوبتهن هياتهن راح اقرا لكم اياهن ونحلهن ونوضحهن. اول وحده، a landline sends and receives signals through radio waves، الهواتف الارضيه الخطوط الارضيه ترسل وتستقبل الاشارات من خلال الموجات الراديويه. هذا شيء فولس خطا، لعد من شلون ترسل تستقبل through a wire من خلال السلك، هذا الحكي ما موجود بالكراسة، باعوها بالكراسة بس حاط هذا السؤال وقايل صح لو خطأ، فاحنا قلنا فولس خطأ، دا صحح لكم، حطيت لكم التصحيح جوا. يعني لو الأستاذ ما تقالك a landline sends and receives signals through wire بمكان هاي، حط لك wire راح تقول له true صح، اوكي دير بالك على هيجي فكرة. زين نمبر 2، smartphones can access the internet، الهواتف الذكية بإمكانها أن تتصل بالإنترنت، هذا شيء true صحيح. some mobile phones are waterproof، بعض الهواتف النقالة الجوالة هي مضادة للماء، ما تتبلل، ضد الماء ضد التبلل، وهذا الشيء أصلا ما انذكر، doesn't say ما انذكر DS. اوكي انت في حال اجتك بالامتحان ف ماكو بالامتحان تكتب له دي اس، فتكتب له فولس عود، ولو هي ترى اكو موبايلات اصلا ضد المي، يعني هي حيره. المهم بس تقول له صح تتورط، تقول له خطا تتورط، بس هي كمعلومه ما انذكرت وحتى بالدليل يقول لك تجاوب دي اس. بعد انت والاستاذ مالتك شلون يحبها، هي الان ما انذكرت المعلومه، فهنا بس دا يقول doesn't say، ولا هي لو تجي الحقيقة ترى اكو هواتف ما تتبلل. زين بعد خاف الاستاذ ماتك ما يقتنع ويقول لك هم مين جبت هالحكي، فلازم تقول خطأ، فبعد تبقى انت والاستاذ ماتك. المهم landline phones الهواتف الارضية شبيها are often more reliable than mobile phones، هي تكون اكثر مصداقية موثوقية واقعية مقارنة بالهواتف النقالة، وهذا الشيء ترو صحيح. اوكي والبعدها mobile phones can be used to phone people all over the world، الهاتف الذكية بامكانها ان يتم استخدامها للاتصال بالناس في مختلف انحاء العالم، وهذا الشيء صح ترو، الهاتف تقدر تتصل به بأي شخص في أي مكان بالعالم. أوكي إذا قال لك وياها كلمة with must باستخدام الأبراج هم راح تكون صحيحة، ما خلاها بس هيك اللي هنا هم صحيحة. الأخيرة landline phones الهواتف الأرضية can be used to take photographs، الهواتف الذكية الهواتف الأرضية العفو تقدر تستخدمها حتى تلتقط بها صور، فهذا false خطأ. لو حاط لك بمكان اللاند لاين فونز حاط لك موبايل فونز، فرح تقول له صح موبايل فون نقدر تيك فوتو نقدر ناخذ فيه صورة، بس اللاند لاين هاتف الارضي ما ياخذ، فنقول عليه فولس. اوكي هاي خلصت القطعة، وذني الاجوبة اللي يحب يشوفهن هذا مال صح والخطأ
وهذا أبو الفراغات اللي حليناه. أوكي عيني، بالملزمة موجودات، أشوفكم إياهن على مود نختم الفيديو إن شاء الله. هاي كمفردات مسويكم إياها بترتيب، وهاي القطعة هي وترجمتها، وهذا التمرين بالفراغات، وهذا التمرين بالصحوة الخطأ. أوكي يلا عيني، إن شاء الله استفدتم، نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعم الفائدة ويستفد الجميع. تحياتي لكم، مع السلامة.